اللي حضرتي. قامت فرقة نرجال للفنون عمل مسرحي بعنوان نوتيل، هو من المسرح المضطهدين التي تحكي معاناة الأسرية من الزواج، القاصرات وإلى آخره. تفاعل الجمهور ما شاء الله كلش راقي ومتميز. هذا العمل يتحدث عن المشاكل الأسرية التي تحدث حاليا في الظرف الحالي من أجل المادة ومن أجل مصالح مادية. احنا حبينا نطرح هذه الرسالة لتكون حل من قبل الحل الذي يوجده المشاهد أو المتلقي. احنا هاليوم سوينا مسرحية ببولدمول، المسرحية عنوانها نوتيلا. هو هذا موضوع اجتماعي يسلط الضوء على زواج القاصرات، على تسلط النساء. اليوم احنا حبينا نوصل خلال هذا المسرح الحي، نوصل صوت كل البنات المعنفات، النساء القاصرات اللي دي يتزوجون زواج قصري اللي مثل عليهم هذا الشيء. لما تكون الام متسلطه، الاب خارج عن اطار السيطره، لما يكون مجتمعنا قبلي متعصب لهذا الامر، فالبنت بالنهايه تكون تابعه لاهلها، فتضطر انه هي تتزوج انسان كبير اكبر من عمرها في سبيل انه تحقق أهله، لأن أهله ناس بسطاء فقيرين. فهاليوم إحنا لازم نسلط على هذا الموضوع، لأن بدأ يشغل المجتمع العراقي يعني بشكل كبير، وبدأ يعني يظهر أسباب كثيرة ويأثر تأثيرات كبيرة على المجتمع. اليوم مثل ما تشوفون اليوم المحاكم مليانة بالمطلقات. دوري أنا بالمسرحية بنت إنعام اسمها، تحاول أمها تجبرها أنه تتزوج من رجال أكبر من عدها، وهي تحاول البنت يعني تريد أبوها يساعدها، تطلب المساعدة من أبوها. أبوها شخصية ضعيفة، الأم هي المسيطرة عليه بالبيت، وبالنهاية يعني ما يقدر، ما يلاقي حل، والبنت تنجبر أنه تتزوج. هذا العرض يتكلم عن مشاكل أسرية يتعاني من المجتمع الحالي، اللي هو تسيد الأم. الأم متسيدة بالبيت، مستبدة ومتسلطة على الرجل وعلى كل أفراد الأسرة. النقطة الأهم في هذا العرض هو زواج القاصرات، أو الزواج الإكراه أو بالإجبار، اللي يتم عن طريق المصلحة لمصلحة المال أو يعني غايات أخرى. رسالتنا دائما الموسيقى هي غذاء الروح، وهي رسالة سلام. دائما احنا نحاول نوصلها للعالم وللناس البسيطه والناس المثقفه، ونحاول انه ننشر هاي الرساله بكل مكان نتواجد به.